إذن أخبار جيدة جدا ومبشرة لملف السياحة المصري. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي. مساء الخير بحضرتك دكتور مصطفى، وواضح جدا أنه جهود الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين لعودة السياحة الروسية إلى مصر أثمرت بالفعل، ونرى الحركة من جديد من دولة روسيا. ما تقييمكم للمباحثات التي استغرقت هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة أنه المباحثات اللي تمت بين الرئيسين مباحثات بناءة على كل المجالات، من ضمنها الملف السياحي، وده ملف رئيسي دايما بيتصدر المباحثات ما بين الرئيسين. وآخر اتصال تليفوني ما بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين كان في إبريل الماضي، وده اتفق فيه على عودة الرحلات إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة. أنا عايز أقول هنا بس النقطة الملحوظة إنه السياحة الروسية لم تتوقف لمصر، إنما اللي توقف بس الطيران إلى المقصد السياحي اللي هو شرم الشيخ والغردقة. كمان عايز أأكد لحضرتك على أكتر من مفهوم، إنه السياحة الروسية لا تعتمد فقط على الطيران العارض، إنما تعتمد أيضا على الطيران المنتظم بنسبة أعلى. ثانيا إنه السياحة الروسية ليست سياحة كم فقط، وده بعض المفاهيم اللي بنحب نوضحها، او ان هي لو كوست فقط، وانما هي سياحه اب ماركت، يعني سياحه للاثرياء ايضا. وبالتالي مع كل المتغيرات التي حدثت في السوق العالمي للسياحه، لابد ان نتاقلم وان نضع استراتيجيه جديده لاستهداف انماط اخرى من السائح الروسي، وليس فقط نمط الطيران العارض اللي هو بتحدث عليه منافسة، وإنه المفهوم الأساسي ليه إنه سائح ذو دخل رخيص. لكن طبعا اللي أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة، استئناف الرحلات المباشرة بيعطي ربما يعني دلالة أقوى، وأيضا أمان حتى ولو لقطاع صغير من السياح الروس المعتادين على القدوم إلى مصر، وجود طيران مباشر وبمباركة السلطات لديهم يعطي مصداقية وقوة أكثر وأمان لهذه الرحلات، أليس كذلك؟ شيء طبيعي، لكن حضرتك لازم تخلي بالك من الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها، ان هم الطيران اللي تم التصريح اليه النهاردة هو طيران منتظم وليس طيران عارض. بالظبط. وبالتالي فلسفة هذه النقطة انه الطيران المنتظم ان يسمح لكل الانماط او القطاعات او الراغبين في السفر من كل الانواع ان هم يتوجهوا للمقصد السياحي المصري، اللي هو ايه؟ يقصد ياخد اللوكاندا اللي هي الفايف ستار ديلوكس، اللوكاندا العاديه، اللوكاندا اللي هي الثلاث نجوم، اللوكاندا اللي بتقدم خدمه الاول انكلوسيف، اللوكاندا اللي بتقدم خدمه الفطار فقط، وهكذا. وبالتالي ده تاثيره ايجابي على السياحه المصريه. ليه بقى؟ لانه بيعلي من الموارد اللي احنا بننتظرها، لانه ليس الهدف من السياحه المصريه هو الكم، ولكن الهدف هو الكيف. لان حضرتك احنا هنا الحكومه المصريه ترغب ان يكون قطاع السياحه هو مكون اساسي في الموازنه العامه المصريه، تعتمد عليه من دخولات العمله الصعبه. وبالتالي احنا هنا لما بنبص لهذه النقطه كنا نرى انه ان هذه الرحلات التي تم تخصيصها للطيران الناقل الرسمي من كلا البلدين أن تكون لكل الشركات وليس لشركة واحدة فقط. وبالتالي عندما كان يتم التوزيع على شركات السياحة كان لابد أن يفتح هذا الأمر لكل الشركات على الأنظمة المعمول بها للحجز، مش يتم إعطاء التصريح لطيران منتظم
ثم يختزل في انه يكون طيران عارض مره اخرى، وبالتالي لا يعطي الفرصه لباقي الشركات انها تروج المنتج السياحي المصري، املا ان السلطات الروسيه تفتح اعداد اخرى من الرحلات. نتمنى ان كل الشركات تعمل وكل الفنادق يبقى عندها الفرصه انها تعمل وتستقبل السائح الروسي. وبالتالي زي ما حضرتك عارفه ان السائح الروسي كما ذكر في التقرير انه كان سعيدا بوصوله الى المقصد السياحي المفضل لديه، وعلينا ان احنا نوجه ما حدث ما هو الجديد في جمهوريه مصر العربيه كمقصد سياحي هام للسائح الروسي، ولا نختزل ذلك فقط في شرم الشيخ والغردقه. احنا عندنا العالمين الجديده، عندنا الاقصر واسوان. وخلي بال سيادتك، عايز اوضح نقطه مهمه جدا، انه الموسم السياحي الماضي عندما كانت الطيارات الروسيه والمصريه تهبط الى مطار القاهره الدولي، كانت السياحه الروسيه معظمها يتجه الى الاقصر واسوان. وعايز اكد لحضرتك ايضا معلومه مؤكده، ان هم كانوا دائما يقوموا بحجز الفنادق يعني الاكثر رفاهيه، وبالتالي كانوا بيقوموا بدفع مبالغ كبيره جدا. نعم. تكاد تكون من اعلى الاسواق اللي في العالم اللي بتدفع مقابل هذه الخدمات.